الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم اجعل جمعنا مباركا مرحوما، واجعل شيخنا شيخا مباركا موفقا معززا مكروما، واجعلنا اللهم عند حسن ظنه حتى يكون بنا دائما فرحا مسرورا. آمين آمين. الحمد لله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، فبعدما ودعنا شهر ربيع الأول، شهر الأنوار وميلاد النبي المختار، سنحاول إن شاء الله تعالى، أقول وأكرر، سنحاول إن شاء الله تعالى بكل تواضع وبكل تقصير أن نتكلم عن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنبدأ إن شاء الله تعالى بالكلام عن صحابي جليل، هو سيدنا سعد بن أبي وقاص الملقب بالأسد. ففي عهد خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كثرت الهجمات الغادرة التي كانت تشنها قوات الفرس المسلحة على المسلمين. وفي معركة الجسر وحدها، وخلال يوم واحد فقط، استشهد 4000 شهيد من المسلمين، ونقض أهل العراق عهودهم. فرأى أمير المؤمنين عمر العملاق أن يخرج بنفسه لقيادة جيوش المسلمين في معركة فاصلة ضد الفرس، وركب في نفر من أصحابه، وخلف على المدينة المنورة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكنه ما كاد يخرج حتى اجتمع جماعة من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وأجمعوا على أن خروج أمير المؤمنين عمر من المدينة المنورة رأي غير صائب، خاصة والإسلام يعيش أيامه الفاصلة. فأرسلوا خلفه وطلبوا منه الرجوع. ولما حضر عمر العملاق عقد مؤتمرا للشورى، فقال: فمن ترون إذن أحق بالذهاب إلى العراق؟ فصمت الجميع هنيهة، ثم صاح سيدنا عبد الرحمن بن عوف وقال: لقد أصبته. قال: فمن هو؟ قال: إنه الأسد في براثنه. وأيد كل المسلمين هذا الاقتراح وهذه الفكرة. فأرسل إليه عمر وولاه العراق وقيادة جيوش المسلمين. إذن فمن يكون هذا الأسد الذي نال إعجاب كل المسلمين، أميرهم وخاصتهم وعامتهم؟ إنه الصحابي الجليل سيدنا سعد بن أبي وقاص، خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والملقب بالأسد. إنه الذي كان كلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس من الصحابة الكرام إلا وحياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وداعبه قائلا: هذا خالي فليرني امرؤ خاله. وذات مرة قال: سعد خالي
فليرني امرؤ خاله. وكان رضي الله تعالى قد أسلم وهو ابن 17 سنة، أي كان من السابقين الأولين. وكانت له رضي الله تعالى عنه مفخرتين عظيمتين يفخر بهما ويتغنى بهما. الأولى أنه كان أول من رمى بسهم في سبيل الله، وهو أول من رمي أيضا. والثانية أنه كان هو الوحيد الذي افتداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبويه، حيث قال له يوم أحد: ارمي سعد فداك أبي وأمي. وقال علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه ورضي الله عنه وأرضاه: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتدي أحدا بأبويه إلا سعدا. قال له يوم أحد: ارمي سعد فداك أبي وأمي. وكان رضي الله تعالى عنه أشجع فرسان العرب المسلمين، وكان له سلاحان: رمحه ودعاؤه. كان إذا رمى في الحرب عدو أصابه، وإذا دعا الله دعاء أجابه. وذات يوم سمع رجلا يسب عليا وطلحة والزبير فنهاه فلم ينتهي، فقال له: إذن أدعو عليك. فقال له الرجل: أراك تتوعدني كأنك نبي. فانصرف سعد رضي الله تعالى عنه وتوضأ وصلى ركعتين، ثم رفع يديه وقال: اللهم إنك تعلم أنه قد سب أقواما سبقت لهم منك الحسنى، اللهم إن كان قد أسخطك سبه إياهم فاجعله عبرة وآية. فما لبث غير وقت قصير حتى خرجت من إحدى الدور ناقة نادة لا يوقفها شيء، حتى دخلت في زحام الناس كأنها تبحث عن شيء، ثم اقتحمت الرجل وأخذته بين قوامها وما زالت تتخبطه حتى مات. وذات يوم والرسول صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، إذ أخبرهم بأنه سيدخل عليهم رجل من أهل الجنة، فكان سيدنا سعد رضي الله عنه وأرضاه هو أول من دخل. فلما انصرفوا وانصرف تبعه سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص حتى انفرد به وناشده بالله أن يخبره بأي الأعمال يتقرب إلى الله تعالى، فأخبره: لا شيء أكثر مما نعمل جميعا إلا أنني لا أكن في قلبي ضغينة لأي أحد من المسلمين. هذا هو السر، إلا أنني لا أكن في قلبي ضغينة لأي أحد من المسلمين. وكان سعد رضي الله تعالى عنه أرضاه ذو مال كثير، لكنه كان أستاذا في فن الإنفاق والعطاء، كما كان أيضا أستاذا في فن الانتقاء، فقد استطاع أن يجمع أموالا كثيرة من الحلال الطيب الخالص، إنه كما تعلمون كان رضي الله تعالى عنه لا يأكل إلا الحلال الطيب ولا يكسب إلا الحلال الطيب، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم له: يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعاء. لذا كان لا يأكل إلا الحلال الطيب، حتى أنه كاد لا يأكل عند أحد،
ولا يكسب إلا الحلال الطيب. وفي حجة الوداع مرض سيدنا سعد رضي الله عنه أرضاه، وجاء إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال له: يا سيدي يا رسول الله، إني ذو مال كثير، أأتصدق بثلثي مالي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: لا. فقال: أأتصدق بنصف مالي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فبثلثه. قال له صلى الله عليه وسلم: نعم، والثلث كثير. إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لا تنفق نفقة صغيرة ولا كبيرة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى اللقمة تضعها في فم زوجتك، حتى اللقمة تضعها في فم زوجتك. ولا ننسى قصة سيدنا سعد مع أمه، فيوم أسلم واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم بذلت أمه كل ما في وسعها لتصده عن سبيل الله، فلما أخفقت في جميع الحيل قررت أن تدخل في إضراب عن الطعام والشراب حتى يعود سعد إلى وثنية آبائه، ودخلت في تصميم مستميت حتى كادت تهلك. كل ذلك وسعد لا يبالي بأي شيء، ولا يبيع دينه بدنياه ولا بأي شيء مهما كان الثمن، حتى ولو بحياة أمه. ولما أشرفت على الموت أخذه بعض أهله ليلقي نظرة وداع على أمه، ظانين أنه سيرق قلبه حين يراها. ودخل سعد على أمه ورآها في منظر رهيب يذيب الصخر، لكن إيمانه بالله ورسوله لم يتحرك ولم يتزعزع ولم يتغير، ودنا من أمه ووضع وجهه على وجهها وصاح بها لتسمعه: يا أمه، والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني، فكلي إن شئت أو لا تأكلي. عندها أدركت أمه، بل أيقنت، أن سعدا لن يعود عن دينه أبدا، وأقلعت عن الإضراب ورجعت إلى الأكل والشراب. ونزل القرآن، ونزل القرآن في حق سعد، بل ونزل القرآن يؤيد سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. صدق الله العظيم. واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولأشياخنا ولجميع المسلمين، وللحديث تتمة إن شاء الله تعالى، فإلى فرصة قادمة.